بالنسبة لهذا القرار الحكومي ديما كنقولوا حنا ماشي ضد القرار الحكومي وماشي ضد جواز اللقاح، حنا كنقولوا بغينا غير الصيغة اللي غادي نخدموا بها كيفاش حنا كعاملين في الحمامات كيفاش غنخدموا بهذا الجواز اللقاح، وحنا ما عندناش صفة اللي غادي نقول لهذا الزبون اعطيني جواز اللقاح والبطاقة الوطنية كيفاش غادي يعطيها لك وانت باش من صفة اللي انت عامل في الحمام واش انت سلطه. حنا نقدروا يكون مشكل بيننا وبين هاد الزبائن ديال الحمام ونقدر نصدقوا في المشاكل، الانسان اللي كاين اللي غيتقبلها كاين اللي ما غيتقبلهاش، اذا هذا هو المشكل اللي غادي يكون في هذا الجواز اللقاح. انا دابا كما قلت لك حنا ماشي ضد القرار تطبق، ولكن حنا كعامل ما غاديش نتحمل المسؤوليه الا كان شي واحد داخل وما غاديش يرجع باش يجيب الجواز اللقاح ديالو، هذا كيبقى امر السلطه. حنا علينا نقول للبنادم جيب جواز اللقاح ديالك، ولكن باش نفرضوا عليه ولا غادي نبقى مع الشجار ما نقدروش نتحملوا هذه المسؤوليه. بالنسبه للمواطنين اللي كيجيو الحمام تقبلوا هذه القضيه؟ كاين اللي تقبلها كاين اللي ما تقبلهاش، كاين اللي كتقول لي هذا غيرجع، كاين اللي غيقول لك انا نسيت، كاين اللي كيدخل. وكذلك حنا بالنسبه للزبناء ما بقاش كاع جاوا للحمام من اللي سمعوا هذا القرار، البارح راه ما كانوش كاع الناس جايين للحمام، قليل اللي كيجي للحمام، واليوم راه انت كتشوف الحمام راه خاوي. اذا هذا القرار هذا حنا ما عارفين كيفاش غادي نكونوا معاه، واصلا حنا كنا مضرورين واحد المده ديال عامين وحنا مضرورين كعاملين في الحمامات، وقلنا زعما راه الحمامات تحلوا باش نكونوا شويه تجدد عاود ثاني هذا القرار ديال الجواز اللقاح، الناس كاع ما بقاش كيجيو للحمام. اذا حنا كيفاش غنكونوا مع هذا القرار هذا الله اعلم. هاد العاملين ديال الحمامات راهم ضرورين، ملي كانوا غالقين الحمامات راهم ضرورين وباقي كيعانيو وما توصلوش لا بدعم لا بالتعويضات لا بتا حاجه، وجا دابا القرار ديال الجواز اللقاح، ها الحمامه دابا ما فيهمش حيت هما اصلا كيخدموا غير مع الزبانه ما بقاش كيجيو للحمام. اذا كنطلبوا من رئيس الحكومه يتلفت شويه لهذ الفئه ديال العاملين باش ياخذوا ذاك الدعم اللي كانت الحكومه السابقه وعدتنا به وما خديناهش، وحنا بغينا نكونوا دابا مع روسنا ما عندنا باش نشريو التركتو لاولادنا. الحمامات تحلوا ولكن ما كاينش الاقبال على الحمام، كيفاش غنكونوا؟ حنا المعاناه راه باقي كنعانيو. اذا هذا هي الرساله ديالي رئيس الحكومه والحكومه باش تشوف هذه الفئه، راه الفئه اللي تضرت وفيما ما كيكون شي حاجه راه كيسبقوا هذه الفئه هذه ديال الحمامات هما اللي كيتضروا، وحنا بغينا هذه الفئه هذه تعوض في اقرب وقت.